أخبار كريبتو عالمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركا بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. أفادت وسائل الإعلام الفيتنامية أن رئيس وزراء البلاد كلف بنك الدولة بدراسة وإجراء تجربة لعملة رقمية، حيث في استكشافات الجدوى والتشغيل للعملات الرقمية للبنك المركزي، موجزها أن تجربة عملة رقمية يتم بناؤها على تقنية بلوكتشين بدلاً من بروتوكول مركزي. ووفقاً لتقرير صدر في 3 يوليو من صحيفة فيتنام نيوز اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية، أعلن رئيس الوزراء عن المبادرة كجزء من استراتيجيته الأوسع لتطوير الحكومة الإلكترونية. ومن المتوقع أن يعمل البنك المركزي على تطوير وتنفيذ المشروع التجريبي من 2021 إلى 2023. يسعى مونو بانك للحصول على موافقة من البنك الوطني الأوكراني لإطلاق بطاقة الخصم بيتكوين الخاصة به في وقت لاحق من هذا الشهر. ومع تقدم الحكومة الأوكرانية في التشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية، يستعد أحد البنوك الإلكترونية المحلية الكبرى لإطلاق بطاقة خصم تتميز بتداول البيتكوين، حيث أعلن المؤسس المشارك أوليغ غوروخوفسكي يوم الاثنين أن تطبيق مونو بانك للخدمات المصرفية عبر الإنترنت الأوكراني أكمل تكاملا تجريبيا مع منصة تداول العملات الرقمية. ووفقاً للمدير التنفيذي، سيمكن التكامل الجديد مستخدمي مونو بانك من شراء وبيع بيتكوين ببطاقة الخصم. كما أشار غوروخوفسكي إلى أن مونو بانك يتوقع إطلاق الميزة الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وأنه في انتظار الموافقة من البنك الوطني الأوكراني. عرض مقال ظهر على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي قضية تبني بلوكتشين لمكافحة الفساد وإهدار الموارد في الأنشطة الحكومية، حيث أن الشفافية والإنصاف وكفاءة الأنظمة الحكومية هي بعض المجالات الأساسية لتعطيل بلوكتشين في الحكومة العامة. وأثناء الكتابة لقسم الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، سلط ماثيو فان نايكريك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ساتلمنت بلوكتشين الضوء على كيف يمكن أن يؤدي اعتماد بلوكتشين إلى تحسين المشتريات العامة وسجلات الأراضي. ووفقاً لفان نيكريك، فإن المشتريات العامة هي أحد السبل الرئيسية للفساد والهدر في الحكومة. كما جادل الرئيس التنفيذي لشركة ساتلمنت بأن الطبيعة المغلقة للعملية تشجع التفاعل غير المشروع بين المسؤولين العموميين والشركات الخاصة. صرح خورام شروف الرئيس التنفيذي لشركة آي ماينينج إن الموقع المتنوع لمنشآت تعدين البيتكوين في أعقاب حملة الصين الصارمة يعد خبزاً رائعاً لبقية العالم، حيث تستمر الحملة التنظيمية الصينية على العملات الرقمية في تنفير كبار المناجم. حيث يقال أن شركة الاستثمار آي بي سي جروب التي تتخذ من دبي مقراً لها تخطط لإنهاء عمليات تعدين بيتكوين وإثيريوم في الصين بعد إعلانات الحظر من مختلف المقاطعات في جميع أنحاء البلاد. ولدى المجموعة عمليات تعدين كبيرة في الصين، وتخطط لتوزيع عملياتها على الإمارات العربية المتحدة وكندا والولايات المتحدة وكازاخستان وأيسلندا ومختلف دول أمريكا الجنوبية. تتعاون شركة تيك ماهيندرا الهندية العملاقة لتكنولوجيا المعلومات في نظام بلوكتشين لتتبع اللقاحات بهدف معالجة مشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر على مخزون وانتهاء صلاحية لقاحات كوفيد-19، حيث ستقوم تيك ماهيندرا وشركة ستاتويك بطرح حل فاكسين ليدجر في جميع أنحاء العالم. ونظراً لأن برنامج التطعيم الجماعي ضد كوفيد-19 أصبح حاسماً بشكل متزايد لاستراتيجيات العديد من الحكومات لإدارة الوباء، فإن شركة بلوكتشين تعمل بسرعة على اقتراح طرق يمكن أن تقدم بها التكنولوجيا حلولاً لبعض العقبات اللوجستية التي تنطوي عليها. حذرت وكالة تصنيف فيتش من أن نمو العملات المستقرة غير المدعومة بالكامل بوصول آمنة يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في أسواق الائتمان قصيرة الأجل. وفي تعليق أوضحت الوكالة أن العملات المعدنية المدعومة بالكامل بوصول آمنة تشكل مخاطر أقل على الأسواق المالية، حيث تمنح الوكالة عملة الدولار الأمريكي USDC المدعومة بالدولار الأمريكي كمثال للعملات المستقرة المدعومة بالكامل. ولكنها حذرت من أن السلطات قد لا تزال تشعر بالقلق إذا كان البصمة يحتمل أن تكون عالمية أو منهجية. ومن ناحية أخرى، احتفظت التذر بنسبة 26.2% من احتياطها النقدية والودائع الائتمانية وسندات إعادة الشراء العكسية والأوراق المالية الحكومية، وفقاً لإفصاح أكبر مصدر للعملة المستقرة في مارس 2021. كان ذلك كل شيء حتى الساعة. إذا نال هذا المحتوى إعجابكم فاشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لمزيداً من الأخبار ومزيداً من الفيديوهات التعليمية المجانية.